صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى النشرة الصباحية التي نقدم لكم فيها أهم الأخبار السياسية، ونستعرض معكم أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ مع العناوين. العصيان المدني يدخل يومه الرابع في السودان وسط دعوات لمليونية 30 من أكتوبر رفضا لإجراءات البرهان. ارتفاع ضحايا القصف الباليستي الحوثي لمنزل زعيم قبلي بمأرب إلى 12 قتيلا بينهم نساء وأطفال، والمبعوث الأممي قلق من التصعيد العسكري. أما عناويننا التي رصدناها من خلال تفاعلاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتي مي المهندس. مي، صباح الخير. صباح الخير ضحى، وصباح الخير لجميع مشاهدي الحدث. العديد من الموضوعات الجديدة على منصات التواصل الاجتماعي والتي أثارت فضول رواد التواصل نتعرف عليها من خلال العناوين. حمى الانتخابات تتوسع وتصل للمجتمع الفني آخر المرشحين لمنصب الرئيس، ممثل كوميدي يتفهم الاستغراب من ترشحه ويعد بمستقبل أفضل. وسط مخاوف من تعميم إجراءات الترحيل، السلطات التركية تبعد لاجئين سوريين بعد فيديوهات على مواقع التواصل استفزت الأتراك. قبل أن ندخل مشاهدينا في تفاصيل النشرة الصباحية، نتوقف مع موجز لأهم الأنباء. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 22 عملية لاستهداف آليات وعناصر للميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة الماضية. أضاف أن الاستهدافات كانت في جبهتي الجوبة والكسارة، ونتج عنها تدمير 11 آلية عسكرية للميليشيات، إضافة إلى خسائر بشرية تجاوزت 95 عنصرا من الحوثيين. قالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على النائب اللبناني جميل السيد ورجلي أعمال خطوة هامة لتعزيز المساءلة. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن العقوبات تأتي تضامنا مع الشعب اللبناني الذي يطالب منذ فترة طويلة بالمساءلة والشفافية ووضع حد للفساد المستشري. في قضية أحداث الطيونة غربي بيروت، قرر المحامي العام التمييزي حفظ الشكوى المقدمة ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. كما قرر النائب العام التمييزي حفظ الشكوى المقدمة ضد الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله من قبل أهالي عين الرمانة. تعقد اللجنة العسكرية المشتركة الليبية غدا السبت اجتماعا في العاصمة المصرية لمناقشة آلية وسبل إخراج المرتزقة الأفارقة من ليبيا. أصدرت 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانا حثت فيه روسيا على ضمان حماية الإعلام، منددة بحملة القمع التي تشنها موسكو ضد وسائل الإعلام المستقلة. يأتي ذلك على خلفية إغلاق روسيا لوسائل إعلام مستقلة وفرض قيود على وصول وسائل إعلامية لتقارير صحفية مستقلة. وإلى زميلتي مي، مشاهدينا تذكركم بسؤال التصويت الذي كنا طرحناه عليكم. مي، معك السؤال. إذن ضحى، نذكر بسؤال التصويت الذي كنا طرحناه على حساباتنا في تويتر ويوتيوب، والذي كان يقول: هل ترى أن عودة المهرجانات إلى العراق ستعيد وجهه الجميل؟ إذن كان هذا هو سؤال التصويت. سنعلن إذن النتائج بعد قليل، وإلى حين ذلك يمكنكم المشاركة بالتصويت، كما يمكنكم متابعة البث الحي على قناة الحدث في يوتيوب. إذن ذكرنا بالسؤال، سؤال التصويت، بعد قليل ستكون تكون معي النتائج ضحى. نعود إليك بعد قليل إذن مي.
بعد خلاف ساد جلستين سابقتين، وافق مجلس الأمن على إصدار بيان يطالب المكون العسكري بعودة الحكومة الانتقالية المدنية. وبعد مباحثات شاقة استمرت أياما، طالب البيان الذي عدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من وطأة مضمونه باستئناف الحوار السياسي من دون شروط مسبقة وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا، كما طالب جميع الأطراف بضبط النفس معربا عن قلق عميق للتطورات في السودان. من جانبه قال السفير علي الصادق المكلف بمهام الخارجية السودانية إن الخلاف بين المكون العسكري والمدني خلال العامين الماضيين شكل تهديدا للأمن القومي ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها، مما حدا بالقوات المسلحة لاتخاذ قرارات لتصحيح المسار وفقا للوثيقة الدستورية. هذا الخلاف والتشاكس بين مكونات الشراكة قطعا يهدد الأمن القومي، يهدد وحدة البلاد، يهدد الأمن القومي ويهدد السلم في هذا البلد. وهذا مما حدا بالقوات المسلحة إلى اتخاذ الإجراءات الأخيرة، إجراءات التصحيحية لمسار الوثيقة الدستورية التي كانت هي الحاكم للشراكة التي تحدثنا عنها. قنوات الاتصال لم تغلق أبدا في السودان، في يعني في ترحيب بكل مبادرة، بكل رأي، بكل مساهمة. وقطعا ما أريد أن أؤكده بأن ليس هناك نية لاستمرار الحكم العسكري، وفقط بعد إجراء الانتخابات ينتقل السودان من هذا الوضع إلى وضع ديمقراطي بالكامل. خلال لقائه وفدا من حراك ثوار ديسمبر المستقلين وتحالف الكتل الثورية، شدد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على أن القوات المسلحة السودانية تجدد تمسكها بالمضي قدما بالثورة، وأن اختيار المسؤولين في السودان سيتم بعيدا عن الحزبية. أكد البرهان أن شباب الثورة هم المفتاح لنجاح المرحلة الانتقالية، وقال إن دماء الضحايا هي الدافع وراء تصحيح مسار الثورة في السودان. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السودانيين وإعادة مؤسسات الحكومة الانتقالية، كما طالب بايدن في بيان له القادة العسكريين بالسماح للمواطنين بالاحتجاج سلميا. أكد الرئيس الأمريكي ووقوف بلاده إلى جانب الشعب السوداني، واصفا الأحداث الأخيرة في البلاد بأنها شكلت انتكاسة خطيرة. دعت عدة هيئات مدنية معارضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها القوات المسلحة في السودان إلى التحضير لتظاهرات واسعة غدا السبت تحت شعار مليونية 30 أكتوبر من أجل المطالبة بتسليم الحكم في البلاد للمدنيين. تأتي هذه الدعوة بينما يواصل المتظاهرون لليوم الرابع على التوالي احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأخيرة بإغلاق الطرق والجسور الرئيسية، بالإضافة إلى الوصول إلى في الإضراب العام. كانت قوات الأمن قد أطلقت أمس الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في حي بري في شرق الخرطوم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية. المزيد مع مراسلنا من الخرطوم محمد عثمان. هكذا بدت شوارع الخرطوم ما إن تهدأ التظاهرات حتى تعود وتشتعل مجددا، وذلك رفضا للإجراءات التي قام بها الجيش السوداني مؤخرا. أغلقت عدد من الشوارع المهمة في أم درمان والخرطوم وأيضا مدينة الخرطوم بحري وعدد من المدن السودانية، فيما تنشط المواكب الليلية والتي تدعو المواطنين للخروج في تظاهرة 30 أكتوبر، وذلك للتعبير عن رفضهم لهذه الإجراءات. في وسط الخرطوم
الخرطوم بدت الحركة شحيحة جدا، وذلك استجابة للدعوات التي قدمت من تجمع المهنيين السودانيين بالدخول في حالة عصيان مدني. عدد من التيارات والأجسام المهنية استجابت لهذه الدعوات، أغلقت عدد من المحال التجارية والمصارف وعدد من المرافق الاستراتيجية، جميعها أغلقت أبوابها أمام التعاملات مع المواطنين في هذا العصيان والذي يدخل يومه الرابع. من الخرطوم ينضم إلينا مدير مركز الدراسات الدولية والخبير الأمني الفريق حنفي عبد الله، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي النشرة الصباحية. إذن بيان مجلس الأمن دعا إلى العودة لحكومة انتقالية مدنية وإلى استئناف الحوار دون شروط وإلى الإفراج عن المتظاهرين والمعتقلين. أيضا في أول تعليق له الرئيس الأمريكي دعا إلى العودة إلى الحكومة الانتقالية المدنية وأيضا إلى الحوار. برأيك في مسألة العودة إلى حكومة انتقالية مدنية، هل يمكن العودة لنفس الحكومة أم نحن نتحدث عن حكومة مدنية أخرى الآن؟ شكرا جزيلا، تحية لك وللمشاهدين. أعتقد يعني بعد التراشق والاحتقان وانسداد الأفق الذي انتظروه كثيرا، لم يعد هناك حالة إلا بتنفيذ سيناريوهات البيان الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة، وهذه المسائل تجري على قدم وساق. المشاورات بدأت بصورة فعلية لتشكيل حكومة مدنية مستقلة، وكذلك مجلس تشريعي واجتماع الأمس من خلال الشباب الذين أخصوا من المشهد السياسي. هذه كانت رسالة واضحة من القائد العام لهم، وكذلك المسائل المتعلقة في خلال 48 ساعة ستعلن إجراءات التشكيل المجلس النيابي العالي ومجلس القضاء العالي، تمهيدا لتشكيل المحكمة الدستورية وكذلك رئيس القضاء والنائب العام والمفوضيات وما إلى ذلك. هذه المسألة طبعا مسألة الضغوط الخارجية هذه مطلوبة، ولكن لا يعو التحديات التي تجابهها البلاد. هم يريدون يعني وضع مستقر، وبالتالي طب إذا كان الخارج لا يعي التحديات في السودان، ماذا عن الشارع؟ تعلم بأنه هناك تحضير لتظاهرة كبيرة في 30 أكتوبر، هل سيؤخذ ذلك في الحسبان؟ هل هناك مجال لعودة الحوار؟ والحوار مع من؟ ليس هناك حجر على التظاهر والتظاهر السلمي، ولكن عملية سد الطرقات ورشق السيارات بالحجارة واستهداف الأماكن العامة هذه ستطالها القوات المسلحة والشرطة بالمواجهة، لأنه أمن المواطن هو مطلوب. ليس هناك كما جاء في تقرير مراسلكم، ليس هناك صيام مدني كما قال، ولكن نظرا لعدم توفر المواصلات لأنه الطرق فتحت أول أمس وبالتالي اليوم جمعة، وأمس كان كثير جدا انتظار انقطاع الإنترنت، بعض المصارف لم تفتح لأنه انقطاع الإنترنت، وكذلك السوق بدأت الحركة فيه بانتظام، وكافة الجهات التي تنادي بهذه في إطار الحرية، ولكن ليس هناك تنظيمات لأنه تم حل هذه التنظيمات بقرار من القائد العام للقوات المسلحة. الحراك لكن تعلم سيادة الفريق أنت تقول بأنه الإجراءات تجري على قدم وساق لتنفيذ ما جاء في بيان الجيش، لكن استمرار التظاهرات هل يعني عدم قبول هذه التظاهرات الاعتراض عليها؟ هذه التظاهرات تنقلها يعني هي موجودة فعلا، وهي رد فعل ورد فعل طبيعي. هذه التظاهرات موجودة في الخرطوم في أماكن محددة جدا، وخاصة منطقة بري وكذلك جزء من بحري وأم درمان، ولكن كل الشوارع الرئيسية الآن في الخرطوم تم فتحها عن طريق القوات المسلحة. هناك انسداد في الشوارع الفرعية في بعض الأحياء العاصمة، ولكنها بدأت إزالتها
بالتالي الحراك هذا ليس بهذا الفهم بأنه حراك كبير، والشعب السوداني عليه أن يعبر عن هذه المسألة وهذه متاحة. لكن سيادة الفريق تعلم بأن كان هناك توتر ولفترة طويلة بين المكونين العسكري والمدني، هل تقول بأن الشارع يوافق على الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان مع حفظ الألقاب؟ أول شيء هذا التوتر لا شهد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء المقال، ليس هناك توتر، كان التوتر كان في داخل الحاضنة السياسية التي استقصت الآخرين وحاولت الاستئثار بالمشهد السياسي بصورة واضحة جدا. أنا أعتقد فوتوا فرصة تاريخية لو كانوا يعني جلسوا مع إخوانهم في الجانب الآخر من الحرية والتغيير، أصلا هم مشاركون في الوزارات، لكن إذا شاركوهم في يعني التحضير للمشهد السياسي من مفوضيات وما إلى ذلك كان سيكون الأمر متاحا، ولكن وصفوهم بالفلول، وصفوهم بأنهم من النظام البائد، حتى وصفوهم بأوصاف إثنية قبيحة. طيب يوم 30 من أكتوبر ما حدث، وإن شاء الله في يوم 30 من أكتوبر السودان أمام أي سيناريوهات مع استمرار الدعوات للعصيان المدني وللتظاهر يوم 30 أكتوبر؟ لن تتمكن أي جهة من فرض هذا العصيان المدني على كل السودان، وإذا كان هناك نداء السودان هناك تباينات في يعني إذا رأينا الاستقصاءات واللقاءات التي قام بها التلفزيون القومي وسط المجتمع كان هناك قبول كبير جدا، وهناك مشهد سياسي واضح جدا بأن هناك العديد من الشعب السوداني الذي تغيرت حياته بالجانب المعيشي بصورة كبيرة جدا، يأملون أن تتحول الإجراءات التي قام بها السيد القائد العام بتغيير نمط السلطة إلى مدنيين خبراء، وكذلك مجلس تشريعي يراقب هذه المسائل، والإسراع في تكوين هياكل الفترة الانتقالية. ويعني من طالب بهذا العصيان المدني عليه أن يحقق ذلك، والشعب السوداني هو الفيصل. طيب. لكن عملية استغلال هذه التظاهرات إلى تخريب وسد الطرقات، هذا سيواجه بطبيعة الحال وفق قانون النظام الذي يحفظ البلاد من هذه المسألة، وحرمان المواطنين من بقذف السيارات بالحجارة وما إلى ذلك. أنا أعتقد الشعب السوداني واعي جدا وهو سلمي بدرجة كبيرة، وسيخرج هذا التعبير بصورة سلمية، وهو تعبير مطلوب. ولكن يعني هذا لا ينفي، بالتالي لا أعتقد هناك تخوف، قتلى وجرحى في التظاهرات التي كانت في السودان ولا زالت مستمرة كل يوم. أي إجراءات مثل هذه يجب أن تواجه بالقانون، يعني هذه المسائل ممنوع يعني مرفوضة، وإذا كانت سلمية وبالتالي الإجراءات هذه تقابل بالحزم عبر القانون. طيب هل تتوقعون تظاهرة كبيرة غدا؟ استقر، أنا لا أتوقع أن تكون مليونية كما يقولون، حتى مظاهرات 21 أكتوبر لم تكن مليونية، وكانت هناك صور أصلا لمظاهرات كانت في 2019 تم فبركتها وبثتها إحدى الفضائيات وبرزت فيها بصورة واضحة جدا. الحراك والتظاهر هو متاح للمواطنين، وبالتالي انعكاس للاحتقان الذي كان، وهم يريدون سودان مستقر، ونعمل إن شاء الله أن تتحول الإجراءات التي ستتم لخير الوطن واستقراره بعيدا عن التناحر السياسي الذي أقعدنا فترة طويلة. شكرا جزيلا لك مدير مركز الدراسات الدولية والخبير الأمني الفريق حنفي عبد الله، كنت معنا من الخرطوم. ونواصل هذه النشرة الصباحية بعد الفاصل. وفيها في ظل انخفاض التدفقات المائية من تركيا وإيران إلى العراق، مؤتمر هذا ماؤنا يطمح لطرح كيفية إدارة أزمة المياه في بلاد الرافدين. متناغمة وسكون،
في الانتظار لانتهاء الألم. في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات. في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم، عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. أهلا بكم. يبدو أن حمى الترشح للانتخابات الرئاسية أصابت جميع أطياف الشعب الليبي حتى وصلت إلى الوسط الفني، حيث أعلن الممثل الكوميدي حاتم علي الكور ترشحه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في 24 من ديسمبر المقبل. هذه الخطوة أثارت رواد التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الفعل والآراء حولها. وأعلن أنا حاتم محمد علي الكور عن رغبتي في المشاركة وخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2021، ورغم معرفتي بصعوبة الطريق إلى الرئاسة وتفهمي لاستغراب الكثيرين من ترشحي هذا كوني رجل بسيط وفنان ولست من أبناء الطبقة السياسية، إلا أنني قبل هذا وذاك إنسان. من القاهرة تنضم إلينا الصحفي همسة يونس. همسة، صباح الخير. ونقلنا بعض من الآراء على السوشيال ميديا حول ترشح الممثل الكوميدي حاتم الكور للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ولكن لو تنقي لنا أيضا ردود فعل أخرى حول هذا الترشح. صباح الخير. في البداية، فعلا كما ذكرتي، ظهر الفنان الليبي الكوميدي حاتم الكور أمس في مقطع فيديو أعلن خلاله عن نيته أو رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقرر انطلاقها في 24 ديسمبر. بالرغم من أن حاتم الكور أوضح في مقطع الفيديو الذي أعلن خلاله الترشح عن تفهمه لاستغراب الكثير من ترشحه للانتخابات كونه رجل بسيط أو فنان ليس من الساحة السياسية أو من الطبقة السياسية كما وصف، ألا أن الفعل بالفعل الفيديو بعد تداوله أثار استغراب عدد كبير جدا من رواد التواصل الاجتماعي الذين استغربوا هذا الموقف، ولدرجة أن الكثير تساءل، وهذا كان كومنت أو تعليق منتشر بشكل كبير، سأله لدرجة أن هل هذا الفيديو هل هو مقطع دعائي أو جزء من عمل فني ينتوي الفنان حاتم الكور الإعلان عنه خلال الموسم الجاري، أم أنه ترشح بالفعل ورئيسي. والبعض دعا حاتم الكور إلى الابتعاد عن الساحة السياسية والتركيز أو الانشغال بالأعمال الفنية، ولكن في فريق آخر دافع عن ترشح الكور كونه مواطن ليبي من حقه الترشح، مد
طالما أن شروط الترشح تنطبق عليه، لأن من حق كل مواطن الترشح سواء كان فنان أو غيره، طالما أنه لديه الرغبة وطالما أن الشروط تنطبق عليه فهو فنان أو مواطن أو يحق. لكن همسة، هل في ردود فعل يعني مؤيدة وأخرى مستنكرة؟ لأنه الفنان الليبي الكوميدي حاتم الكور له شعبية كبيرة، هل أثرت تلك الشعبية على هذا الترشح للانتخابات الرئاسية؟ بالفعل كان هناك ردود فعل كبيرة بين مؤيد ومعارض، انقسمت. التأييد كان من في أحقيته للترشح كونه مواطن، أما الفريق يعني شعبيته كفنان هناك كان اختلاف معه أنه يترك الساحة السياسية وينشغل بالأعمال الفنية، هذا ما تداول على السوشيال ميديا. هل كان في حديث مثلا عن أنه هذه ليست سابقة، هناك رؤساء كبار يعني الرئيس رونالد ريغان كان ممثل في هوليوود، جيمي موراليس كان رئيس غواتيمالا السابق أيضا كان فنان وممثل، الرئيس الأوكراني الحالي كان أيضا ممثل، هل كان هناك حديث عن أنه وارد أنه يمكن أن يحدث ذلك؟ البعض أشار إلى هذه الفنانين الذين تقيدوا مناصب عليا أو وصلوا لهذه الانتخابات الرئاسية، أشاروا إلى هذا وقالوا أنه قد يكون لديه خطة أو برنامج وطني يمكنه أو يؤهله من الوصول إلى هذا مثله مثل غيره، من زي مثل ما حضرتك ذكرتي. والبعض رأى أن الرئاسة أو دولة رئيس لابد أن يكون لديه بعض المقومات السياسية والخبرة والقدرات لقيادة العملية أو لقيادة البلاد، لذلك لا يروها في فنان مثلا يعني. لكن البعض كان يدافع عنه ويرى أن هناك من وصل بالفعل كفنان وصل إلى هذه الرئاسة أو المنصب. شكرا جزيلا لك همسة على هذا الرصد. الصحفية همسة يونس كنت معنا من القاهرة. والله اللي يشبح فيه ان البلاد ماشيه كويس وماشيه تسير للامام، الامور طيبه وفي نهضه حمرانيه وحضاريه ويعني ان شاء الله خير. يا ما تقوليش الضي يهرب، هرب بالضي، الله يخرب بيتكم علي، الله يرزقني فيكم، الله يتربحكم، ضلبها في وشوشكم شايني عريس الرجي فيه يا قرن. انت يا رب العالمين بس يحن علي ونجنا من هالبلاد. خيرك يا فضيله، تو مش كنت تقولي انا متفائله واليوم خطوبتك مديرتينا الجو هذا، خليك في نفس التفاؤل في نفس النمط يا فضيله. تفاؤل اعزائي وكم تحساي، ده والله البلاد ما هو صاير منها، انا غير كان حاسس كيف نجنا من هالبلاد ففلوكه. ننتقل لزميلتي مي لتعطينا نتائج التصويت على السؤال الذي كنا طرحناه. مي معك. نعم، إذا نتائج التصويت جاهزة نتعرف عليها معا. دعونا فقط نذكر بالسؤال الذي طرحناه وكان يقول: هل ترى أن عودة المهرجانات إلى العراق ستعيد وجهه الجميل؟ إذا الإجابات كانت على يوتيوب كوميونيتي على الشكل التالي: 58% قالوا نعم و 42% قالوا لا. إذا كانت هذه هي نتائج التصويت ضحى على. توقعت التفاعل أكبر أنا مي مع التصويت، يعني تفاعل إيجابي أكبر مع التصويت، 58 نسبة تقترب من النصف تقريبا. نعم، ولكنها أعلى على الأقل من نسبة الرافضين للمبدأ في حد ذاته ضحى. نعم. سؤال جديد في نهاية الحلقة للتصويت. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أكد المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غرينبرغ أن الوقت حان لإحراز تقدم سياسي واقتصادي وأمني فوري وطويل الأمد بما يخدم مصلحة اليمنيين. أعرب المبعوث الأممي في بيان عن قلقه إزاء الوضع الآخذ في التدهور في اليمن بما في ذلك اشتداد الحرب. قال هانس غرينبرغ إن التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض من شأنه أن يساهم في تعزيز الشراكات السياسية واستقرار الاقتصاد. أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد ضحايا القصف الحوثي لمنزل الشيخ عبد اللطيف القبلي في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي إلى 12 قتيلا بالإضافة إلى عشرات المصابين بجروح بعضها خطيرة. فيما أفادت مصادر طبية أن من بين الجرحى نساء وأطفال تعرضوا لإصابات متفاوتة جراء القصف الصاروخي الذي نفذته الميليشيات الحوثية.
حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف المدنيين بالقصف المكثف، لا سيما قصف القرى والمنازل في مديريات الجوبة بمأرب بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة عمدا لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن استمرار القصف الحوثي أجبر مئات الأسر في الجوبة على الفرار. وطلب وزير الإعلام اليمني بملاحقة قادة الحوثيين وتقديمهم للعدالة باعتبارهم مجرمي حرب. يعقد في أربيل مؤتمر دولي للبحث في سبل إدارة المياه في العراق في ظل تحديات التغير المناخي وانخفاض التدفقات المائية من كل من إيران وتركيا. المزيد مع مراسلنا أحمد الحمداني. هذا ما هنا مؤتمر سيعقد بعد ساعة من الآن لإدارة أزمة المياه في العراق، والذي تنظمه منظمة البرلمان الألمانية، والخاص بنقاش أزمة المياه في العراق بسبب تغيير المناخ وانخفاض التدفقات المائية من تركيا وإيران. المؤتمر الذي سيحضره 50 شخصية عراقية بارزة رفيعي المستوى من صناع القرار، بضمنهم برلمانيين ومستشارين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق وأساتذة جامعات، للتركيز على الأثر المباشر لقطع إيران وتركيا إمدادات المياه عن العراق. في لبنان ألقت المعارك السياسية بكاهلها على القضاء الذي يخشى مراقبون أن يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات والضغط لتحقيق مكاسب سياسية، فيما تعطلت أعمال الحكومة بسبب الخلافات على ما بات يعرف بقضية القاضي طارق البيطار. المزيد مع مراسلنا محمود شكر. حتى هذه الساعة لم يستطع مجلس الوزراء اللبناني أن يلملم جراحه وأن يعود للانعقاد من جديد بعدما عصفت بين أعضائه المشاكل على خلفية الاختلاف على المحقق العدلي بيطار، فعلقت الجلسات منذ أسابيع عديدة ولم تتمكن القوى السياسية فيه على التوافق للعودة من جديد في ظل أزمة اقتصادية أمنية سياسية قضائية تعصف بالبلاد، ولم تتمكن الحكومة من إيجاد ولو حل في أي من الملفات المطروحة. مجلس النواب اللبناني الذي أعاد الرد على رد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عاد وصوت على اقتراح تقديم الانتخابات إلى آخر آذار، فيما ينتظر اللبنانيون ماذا سيكون رد التيار الوطني الحر؟ هل سيذهب من جديد إلى أمام المجلس الدستوري للطعن بهذا القانون؟ أما في الداخل أيضا فلا زالت تداعيات المواقف على تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي تتوالى، وكان آخرها موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي اعتبر أن موقف قرداحي لا يمثل الدولة اللبنانية، فيما غرد الرئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالقول كنا بالغنى عن هذا التحليل أو هذا التصريح الهيموني الذي خرب ما تبقى من علاقات بيننا وبين دول الخليج. إلى سوريا التي كانت ذات يوم تشع على العالم بحضاراتها وثقافاتها، باتت تعاني من حرب مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، حرب أثرت أيضا على الثقافة، فدور النشر والمكتبات في العاصمة دمشق تعاني من تداعيات الحرب ومن جائحة كورونا، ليكون مصير هذه المكتبات مرهون بخيارات أحلاها مر. دمشق الحضارة، دمشق المنارة،
دمشق أولى الحروف والأبجدية، دمشق التي من كل ركن فيها يفوح عبق الكتب ويتسلل إلى الأرض. حتى في التاريخ الحديث بقيت ملتقى للثقافة وروادها ممن يبتغون للثقافة بوابة. لكن دمشق اليوم ما عادت دمشق الأمس، وشتان ما بين الأمس واليوم، حيث تناضل دور نشر عريقة فيها للاستمرار. أجبرت علامات على إيصاد أبوابها وأخرى على الطريق، فيما تحول البعض الآخر لمحل ملابس أو أطعم مجاراة لواقع باتت القراءة فيه ترفاً لا يدركه الجميع. ما في هداك الشغل وبلشنا نسكر، الله يستر ما نسكر المكتبة الثانية والمكتبة الثالثة. هي الحرب أتت على مكتبات ودور نشر عمرها أكبر من الحرب، عقود وعقود يلتهمها النزاع واحدة تلو الأخرى بعد أن عجز أصحابها على تحمل نفقاتها. أولوية المواطن السوري الأكل والشرب، عم بدور شو بده يشتري وشو يأكل وشو يشرب، مصروف كبير والدخل قليل. لكن هل تنجح الحرب الدخيلة وكورونا الثقيلة في محو ما حفر على اسم دمشق كقبلة للثقافة؟ كلا، غدا سينفض الغبار عن نفائس الكتب ويعود البريق للذهب. يمنى جلاص الحدث. إذن كما ذكرنا في ملف السودان، هناك دعوات للإبقاء على العصيان المدني الذي ينفذه السودانيون احتجاجا على قرارات الجيش. زميلتي ميسة تعرفنا أكثر على هذا المصطلح العصيان المدني، معك مي. بالتأكيد نتعرف أكثر على مصطلح العصيان المدني. مشاهدينا، العصيان المدني هو نشاط يهدف لرفض الانصياع للقوانين أو للسلطة، يتم من خلاله مطالبة السلطات بطلبات محددة بدون اللجوء للعنف الجسدي. ويعتبر العصيان المدني أحد أشكال المقاومة بلا عنف، بل ويوصف بأنه نشاط شعبي متحضر. أول من استعمل مصطلح العصيان المدني وأشار إلى فكرته هو الكاتب الأمريكي هنري ديفيد ثورو في مقال نشر عام 1849، حيث كتب مقاله الشهير هذا عقب امتناعه عن دفع ضرائب الحرب احتجاجا على العبودية والقمع والاضطهاد والحرب التي كانت تخوضها الولايات المتحدة آنذاك ضد المكسيك. ويندرج فعل العصيان المدني تحت مبدأ الحركة الجماعية، ويلجأ الممارس للعصيان إلى وسائل سلمية تهدف للدعوة إلى إطلاق حوارات عامة. ويسعى العصيان المدني وفقا لمؤسسي فكرته إلى إدراك غايات مستحدثة، كما يهدف إلى إلغاء أو على الأقل تعديل القاعدة محل النزاع. إذن كان هذا هو مفهوم العصيان المدني أو المقاومة السلمية لحد تنفيذ المطالب. ضحى، هذا كل شيء عن العصيان المدني. أوقفت مديرية الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية 7 أشخاص بتهمة نشر مشاركات استفزازية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها بدأت بإجراءات ترحيلهم خارج البلاد، في حين أوردت صحيفة مقربة من النظام التركي أن المعتقلين من الجنسية السورية. المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت ردا على فيديو وصور لفتاة سورية لاجئة وهي تتعرض لهجوم من قبل سيدة تركية، أثار قرار الاعتقال والترحيل جدلا واسعا بين أوساط اللاجئين السوريين والأتراك أيضا بين مؤيد ومعارض، لاسيما أن المشاركات الاستفزازية لم تأتي من فراغ، بل كانت بمثابة رد فعل على مواقف عنصرية وكراهية من جانب مواطنين أتراك. حيث بدأت القصة قبل أسبوع عندما نشر أحد الأتراك تسجيلا مصورا استعرض فيه نقاشا يدور بين مواطنين أتراك وفتاة سورية في إحدى الشوارع البلاد. هذا الفيديو الذي اعتبر عنصريا أفضى إلى حملة سخرية متنوعة قادها شبان سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
Nuşehir. Sen benden daha rahat diyor. Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla aynen. Muz alıyorsunuz pazarlardan. Kuaförden çıkmıyorlar. Kuaförden çıkmıyorlar. Ben kuaförden... Ama biz paramızla gidip ödüyoruz. Beleşip şey yapılmıyor bize. Devlet. Hayır. Devlet yardım gelmiyor. Sadece iki çocuklu olanlara Halk Bank'tan yardım geliyor. Başka hiçbir çocuklara gelmiyor. İşimi kaybettim sizin yüzünüzden. Aynen. Aşımı kaybettim. Aynen. Ev kirası yükseldi. Kiramı ödeyemiyorum ben. Kiramı ödeyemiyorum. Suriyeli var. Ya bizim yüzümüzden diyorsun o zaman. Sen nerelisin? İyi o zaman sen biz sensin. Suriyeliymiş. إذن هذا الفيديو الذي يعتبر عنصريا أفضى إلى حملة سخرية متنوعة قاد شبان سوريون عبر مواقع التواصل خاصة موقع تيك توك. حاول بعضهم الاستهزاء بالعلم التركي مثلا، الأمر الذي أثار غضب المواطنين الأتراك ودفع شخصيات سياسية معارضة لرفع دعاوى قضائية من أجل تطبيق المحاسبة. يا جماعة هيك التركي بيفكر السوري. ريك. اللي بده موز يا جماعة موجود عندنا. في المقابل أعلنت جمعية حقوق اللاجئين الدولية تقديم شكوى جنائية ضد أشخاص يعتقد أنهم سوريون بشأن المنشورات الاستفزازية. كان لافتا أن اعتقال اللاجئين السوريين السبعة جاء عقب دعاوى قدمها حزبان تركيان وعقب غضب الأتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي تصاعدت فيه انتقادات سوريين واعتبروا أن المحاسبة يجب أن تشمل مثيري خطاب الكراهية والعنصرية. أيضا لم يسبق أن أعلنت السلطات التركية اتخاذ أي إجراء ضد من يبث خطاب العنصرية والكراهية في تركيا ضد اللاجئين السوريين، خاصة سياسيي المعارضة الذين يقدمون عبر حساباتهم الشخصية بشكل شبه يومي معلومات تحريضية. من لندن ينضم إلينا الإعلامي السوري غسان إبراهيم. إذن هل ما الذي أوصل الأمور إلى هذا التصعيد بهذا الشكل ليصل إلى دعاوى قضائية؟ بالتأكيد يبدو أن ملف اللاجئين السوريين في تركيا قنبلة موقوتة. مجرد ما يحدث أي أمر يؤدي إلى تفجيرات وصعود لتصعيد سياسي داخل البلاد، وهذا الأمر للأسف تم تسييس قضية اللاجئين السوريين سواء من نظام الحكم في تركيا أردوغان أو المعارضة، لكل طرف يحاول أن يجير هذا الملف لحساباته السياسية الداخلية، خصوصا مع اقتراب يعني حملات الانتخابات الرئاسية المقبلة. من هذا المنطلق نشاهد أن أي أمر بسيط مثل قضية الحديث عن الموز تحولت إلى قضية كبيرة وأخذت أبعادها وتم توظيفها من قبل المعارضة بشكل كبير. بالمقابل وبالتالي كما أشرت، هل هذا له علاقة مباشرة بالانتخابات والانتخابات فقط؟ لأنه الأمور تطورت لتخرج من نطاق مواقع التواصل الاجتماعي إلى القضاء. هذه ربما أول مرة تتخذ السلطات التركية إجراءات كهذه لتحاسب سوريين وترحلهم أيضا، في حين لا تتخذ نفس الإجراءات مع من يحرض على العنصرية والكراهية من الأتراك. بالتأكيد يعني هذا الإجراء أيضا ما قامت به الحكومة هو جزء أيضا من الحملة الانتخابية. عندما يتم اعتقال بعض السوريين هو رسالة أيضا للشارع التركي أن حزب العدالة والتنمية لا يقبل بمثل هذا الأمر، وبالتالي يحاول أن يلعب على نفس الخط ولكن عبر ما يسمى القانون. المعارضة حاولت عبر الإعلام والتهييج لهذا الموضوع، بينما حزب العدالة والتنمية عندما أصدر مثل هذه القرارات على الأغلب التي لن تنفذ، وإذا تم تنفيذها سوف يتم انتقاء أشخاص بالأصل هم موجودين في مناطق يسيطر عليها الجيش التركي في الشمال السوري، بإمكانهم أن يذهبوا ثم يعودوا من جديد، وبالتالي كل من هذه الأطراف سواء طرف المعارضة أو طرف الحكومة يستخدم هذا الملف سياسيا بعيدا عن أي اعتبارات
بنهاية المطاف هذا الأمر سوف يكون له أبعاده على حقوق اللاجئين. يعني اللاجئ السوري عانى أكثر من مرة، عندما تم استضافته لم يعطى صفة اللاجئ بل صفة الزائر، وهذا ما دفعه لعدم الانخراط في المجتمع التركي. لو كان له صفة اللاجئ وثم أخذ إقامة واندمج مع المجتمع التركي لما استطاعت لا الحكومة ولا المعارضة اللعب على هذا الملف. ولكن ترك السوريين بعيدين عن المجتمع التركي دون اعطائهم حقوقهم سمح لكل هذه الأطراف للعب بهذا الملف لاعتبارات بعيدة كل البعد عن حقوق هؤلاء اللاجئين. لكن هناك حالة احتقان موجودة بالفعل، حضرتك سميت الموضوع اللاجئين بأنه قنبلة موقوتة داخل تركيا، وبالتالي استمرار دعوات يعني التحريض والعنصرية والكراهية كم تؤزم من الأمور وكم تنعكس على وضع وحال اللاجئين السوريين في تركيا؟ يعني هو بطبيعة الحال نشاهد أن اللاجئ السوري لا يحظى بحقوقه، يتم استخدامهم كعمالة رخيصة، يتم الإساءة لهم، لا يوجد قانون يقف معهم، إذا تم حدثت أي اشتباكات دائما يتم اتهام السوريين بهذا الأمر، إذا تم هناك عملية تقديم مساعدات من الدول الأوروبية عادة ما يتم استخدام هذه الأموال لمصالح حزب العدالة والتنمية وأحيانا حتى بعض أحزاب المعارضة كمحاولة من الحكومة التركية تسكيت هذه الأحزاب. وبالتالي كل هذا الأمر يتم فوق حساب السوريين عندما يكون هناك مزايا، ولكن عندما يكون هناك أخطاء أو هناك عملية سخرية يتم تحويلها بشكل جدي وتأجيجها، مما يبدي حجم العنصرية التي تراكمت في ظل عهد حزب العدالة والتنمية الذي جعل من الملف السوري له أبعاده خارج عن السياق العام، مما دفع الأطراف الأخرى أيضا للعب بنفس الأسلوب، مما جعل السوري في تركيا معرضا يعني للسخرية، معرضا لعدم الاحترام وعدم منح أدنى حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك أن المساعدات التي هي من المفترض أن تكون متجهة لتحسين وضعه يتم استخدامها بطريقة تسيء للاجئ السوري. شكرا جزيلا لك الإعلامي السوري غسان إبراهيم، كنت معنا من لندن. أعلن مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ أنه تم تغيير اسم الموقع إلى ميتا، وقالت الشركة في بيان أنها ستعيد تسمية علامتها التجارية إلى ميتا، فيما يعبر القرار الجديد عن فصل هوية الشركة عن الشبكة الاجتماعية التي تحمل اسما غارقا في محتوى يواجه اتهامات كبيرة، وتسليط الضوء على التحول إلى منصة حوسبة ناشئة تركز على الواقع الافتراضي. هذا وقد ارتفع سهم فيسبوك جراء إعلان زوكربيرغ تغيير اسم الشركة بنحو 3%.
أكدت وكالة الاستخبارات الوطنية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ فقد نحو 20 كيلوغراما من وزنه الذي وصل إلى 140 كيلوغرام. رغم مظهر كيم الجديد النحيف، إلا أن المراقبين يرون أن الزعيم الكوري الشمالي لا يعاني من مشاكل صحية واضحة، وأن فقدان وزنه قد يكون نتيجة لجهوده من أجل تحسين لياقته البدنية. سؤال جديد للتصويت مع زميلتي ماي. نعم، إذن سؤال التصويت من عمق الملف الليبي، حيث أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفضه القانون الذي أصدره مجلس النواب الليبي والقاضي بإجراء الانتخابات البرلمانية عقب انتخاب رئيس البلاد بـ30 يوما، وهو ما اعتبره معارضو البشري كوضع العراقيل في طريق الانتخابات المرتقبة. سؤال التصويت يقول: هل تتوقع المزيد من تفاقم الأزمة الليبية الداخلية لدرجة تطيير الاستحقاقات الانتخابية بشقيها التشريعي والرئاسي؟ الخيارات هي نعم أو لا. إذن ندعوكم إلى المشاركة في التصويت على حساب الحدث على تويتر ويوتيوب. أما الآن فنذكركم بالعناوين: حمى الانتخابات تتوسع وتصل للمجتمع الفني، آخر المرشحين لمنصب الرئيس ممثل كوميدي يتفهم الاستغراب من ترشحه ويعد بمستقبل أفضل، وسط مخاوف من تعميم إجراءات الترحيل السلطات التركية تبعد لاجئين سوريين بعد فيديوهات على مواقع التواصل استفزت الأتراك. إذن الأخبار السياسية معك ضحى. العصيان المدني يدخل يومه الرابع في السودان وسط دعوات لمليونية 30 من أكتوبر رفضا لإجراءات البرهان. ارتفاع ضحايا القصف الباليستي الحوثي لمنزل زعيم قبلي بمأرب إلى 12 قتيلا بينهم نساء وأطفال، والمبعوث الأممي قلق من التصعيد العسكري. ومشاهدينا، دائما نلقاكم في كل يوم في 6 GMT، ولكن نترككم الآن مع مقتطفات من مهرجان بابل الدولي الذي عاد بعد انقطاع دام 18 عاما. إلى اللقاء. We'll be right back.